ايوه مش اهلا اهلا وسهلا. وسهلا يا اهلا مبروك وسهلا يا نعيم، مبروك. الف ميرسي مبروك يا ميرسي عريس على كل حبيبي، عين. ميرسي. بدنا نعرف هيك من الهدف وين قاعد. عدوا عدوا وحياه، يعني كيف بدي لك طلعتوا ازوق مني عن جد. انا كان حق علي، يعني كان لازم اعزم. بتعرفوا واحد مثلا احلى يوم بحياته هذا النهار عرسه، يعني بيكون مع اصحابه. انا انصدمت انه عرس نعيم بس حبيبنا وما نحضر عرسك. يعني انزو صار شغله بسرعه. لك خش تحكي، كلكم بتقولوا بسرعه. وحياتك عباس، خلص نعيم بقى. عباس صارت بسرعه عن جد. ما كنت انا ما كنت عارف حالي رح اتجوز، فجاه هوب بوف مثل ما بيقولوا تجوزنا. انا كثر خير الله يلا عقبال عايزين. ما عملت لا زيطه ولا زنبليطه؟ لا 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 لا, لا. كله هيك عائليه صغيره هيك بين بعضنا، يعني ما صار شيء، يعني عادي. بس لتكون مستحي يعني، عشان هيك ما عزمتنا. هيك عم يقولوا انه انت مستحي. مستحي يعني من شو؟ بدي استحي؟ سمعنا هيك طراطيش حكي. لا من شو؟ بالنسبه للعروس انه عمره بال87 88 الله لا يوفقك. 88 لا بس بعدين هاي الشغله انا ليش بدي استحي فيها؟ لانه بما انه في هالتفاهم وبنحب بعضنا وبتعرف بصير في كامستري بيقولوا. هلا صارت 88 سنه كامستري. ايه انه مش الحال وكذا، وانا بحب ليك تفاهم، اهم شيء التفاهم. عم تتفاهموا مع بعض يعني. بعدين انا في ناس سالون ليش هذا الجواز. صراحه يعني ما بستحي انه ما يعني ما حسينا ودرينا الا طب. لا عباس ما حدا غريب، صار شيء شيء حادثة، يعني صار معي شيء بالغلط، يعني صار بالغلط مش منتبهين ومدري شو. انه هلا المهم انه على كل ان شاء الله بتتهنى. ايه ميرسي ان شاء الله بتتهنى. ميرسي ومنقش عليك حبيبي. يلا تفضل، ما في شيء من قيمة. لا يعني اوعى تكونوا متعذبين جايبين شيء. لا بليز جايبين عصا يعني. لك ما القصة انه ما عزمت. ما هذه من وحي الجازة. تفضل. شو هي؟ هاي تفضل. شو هي؟ شوفها شو هي. ما تقول لي مثل ما مبينة بالصورة. مثل ما مبينة بالصورة. ألف مبروك. بكوية بكوية. بس لا لك ما تزعلوا مني عن جد. ميرسي كلكم ذوق، بس ما رح نقدر يعني ما رح استعملها. رح ارجع حطها بعلبة خدوها. بتقلك ليه؟ خيمة مكسرة. لأنه بنحكي ب 88 يعني مدامتي إنه ما رح تقعد تكوي. ها؟ في عنا ناس يكوي عندها يعني جيب لها، وفي عنا مكوي. لحظة، هذه ما مدامتك لتكوي. لكن هذه لإلك رح تالي أنت تكوي مدامتك. خرب بيتها 88 أخذها هيك. لانه اذا بجعلك يعني ما بتقدر تشوف، فقلنا بتكويها. هيدي بتطحن طحن بتحدو الحدل. هاي بترد لك اياها بنت 27 خصوصي هاي.